ومن السيد علي الأمين إلى عميد المنبر الحسيني كما يحلو للشيعة أن يلقبوا، الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه، الذي يصر السيد السيستاني إصرارا شديدا على طرح فكر الوائلي وتمتين مدرسته ومنهجه المنبري. وما هو بمستغرب على مرجعية تتبنى فكرا يحول الإمامة إلى فرع من فروع المذهب، فما هو بغريب؟ ليس مهما هذا بالنسبة لي، سأعرض لكم مجموعة من الوثائق في نفس هذا السياق. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة 10 من مجموعة وثائق الشيخ الوائلي في برنامج الكتاب الناطق، الوثيقة 10. شيخنا، يخطرني أنه كان هناك لديكم توجه نحو إنشاء مركز أو مجمع للتقريب بين المذاهب، هل كنتم من الرواد في هذا حقيقة المجال؟ الفكرة هي ليست لي، وإنما هي للجمعية بالذات، وقد جسدتها في خطوة أولى في كلية الفقه، لأننا في كلية الفقه كنا ندرس فقه أبي حنيفة وفقه الشافعي وفقه أحمد بن حنبل وفقه مالك وفقه جعفر بن محمد الصادق على صعيد سواء في كتاب الفقه المقارن لأحد أساتذة الحوزة أو أحد أساتذة الكلية المرحوم الشيخ محمد تقي آل الشيخ سعيد الحكيم تغمده الله برحمته، الذي توفي في هذه السنة تغمده الله برحمته، وهو من اللامعين ومن الذهنيات الحادة التي أصلت وأعطت وأبدعت في جمعنا لآراء المذاهب الإسلامية وأخذ آراء المذاهب الإسلامية بدون حساسية، بالإضافة إلى استعراض جملة من العقائد التي كنا نستعرضها وجملة من المسائل الفقهية في مؤلفات فقهائنا كالخلاف للشيخ الطوسي وأمثال الخلاف مما كنا نقرأه من كتب أخرى للمذاهب الإسلامية، كل ذلك كان يشكل منهجا عندنا للجمع بين الأمزجة المختلفة للمذاهب الإسلامية في الاتجاهات العلمية. فنحن نشأنا في هذه الأجواء، ونكاد نقول أن هذه الأجواء تربينا وترعرعنا عليها، فلا يقال أن عندنا توجه أو ميل إلى ذلك، بل كنا في الصميم من ذلك. بل كنا في الصميم من ذلك، هذه هي النجف، وهذا الشيخ الوائلي في أخريات أيامه، هذه مبادئه وهذه مبادئ النجف. رجاء أعيد بث هذه الوثيقة مرة ثانية، وكل ما أتمناه من المشاهد أن يدقق في تفاصيل ما تحدث به الشيخ الوائلي، لأنني لا أريد أن أعلق كثيرا لضيق الوقت. شيخنا، يخطرني أنه كان هناك لديكم توجه نحو إنشاء مركز أو مجمع للتقريب بين المذاهب، هل كنتم من الرواد في هذا المجال؟ حقيقة الفكرة هي ليست لي، وإنما هي للجمعية بالذات، وقد جسدتها في خطوة أولى في كلية الفقه، لأننا في كلية الفقه كنا ندرس فقه أبي حنيفة وفقه الشافعي وفقه أحمد بن حنبل وفقه مالك
وفقه جعفر بن محمد الصادق على صعيد سواء في كتاب الفقه المقارن لأحد أساتذة الحوزة أو أحد أساتذة الكلية المرحوم الشيخ محمد تقي آل الشيخ سعيد الحكيم تغمده الله برحمته الذي توفي في هذه السنة تغمده الله برحمته وهو من اللامعين ومن الذهنيات الحادة التي أصلت وأعطت وأبدعت في جمعنا لآراء المذاهب الإسلامية وأخذ آراء المذاهب الإسلامية بدون حساسية بالإضافة إلى استعراض جملة من العقائد التي كنا نستعرضها وجملة من المسائل الفقهية في مؤلفات فقهائنا كالخلاف للشيخ الطوسي وأمثال الخلاف مما كنا نقرأه من كتب أخرى للمذاهب الإسلامية كل ذلك كان يشكل منهجا عندنا للجمع بين الأمزجة المختلفة للمذاهب الإسلامية في الاتجاهات العلمية فنحن نشأنا في هذه الأجواء ونكاد نقول أن هذه الأجواء تربينا وترعرعنا عليها فلا يقال أن عندنا توجه أو ميل إلى ذلك بل كنا في الصميم من ذلك هكذا يثقفكم الشيخ الوائلي وهكذا يريد السيد السيستاني دام ظله الشريف أن تتثقفوا بهذه المنهجية وليس الأمر خاصا بالسيد السيستاني وإنما أتحدث عن السيد السيستاني بشكل خاص لأنه هو المرجع الأعلى وإلا بقية المراجع واحدا واحدا المراجع الكبار هذا هو رأيهم وهذا هو منهجهم نشر ثقافة الشيخ الوائلي الثقافة الشافعية بامتياز رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 11 من مجموعة وثائق الشيخ الوائلي التي عرضت في برنامج الكتاب الناطق ترى ما يعني ماكو فقيه يفرق عن فقيه فقيه مسلم يعني احنا ما عندنا مذهب منصوص عليه من السنة لا يعني كون فلان فابو حنيفة فقيه الامام مالك فقيه احمد بن حنبل نعم محدث زين او هكذا يعني كل واحد من عندهم يوصلك للاسلام يعني طريق توصل عن طريق للاسلام والا ما عندنا المذاهب مغاية وصائد توصلك إلى الحكم الإسلامي ما عندنا مذهب منصوص عليه من السماء رجاء أعيد بث الوثيقة ترى ما يعني ماكو فقيه يفرق عن فقيه فقيه مسلم يعني احنا ما عندنا مذهب منصوص عليه من السماء لا يعني كون فلان فابو حنيفة فقيه الإمام مالك فقيه أحمد بن حنبل نعم محدث زين أو هكذا يعني كل واحد من عندهم يوصلك للإسلام يعني طريق توصل عن طريق للإسلام وإلا ما عندنا مغاية المذاهب مغاية وصائد توصلك إلى الحكم الإسلامي أعرض لنا الوثيقة رقم 23 من مجموعة وثائق الشيخ الوائلي التي عرضت في برنامج الكتاب الناطق الوثيقة 23 أرجوك أنا بروح الباحث لما أقعد بروح الباحث أشوف الصحابة واحد يقيم الآخر أنا أسمع عمر يقيم الصحابة وأبو بكر يقيم الصحابة والقرآن يقيم الصحابة ماك واحد عنده مصلحة أن يشتم لواحد من صحابة رسول الله التفت لأنه لا أولا خل ألفت نظرك أبو بكر وعلي وعمر ذولا أولاد عم نبه لي ورفقاء سلاح وعاشوا بوقت واحد لا قرايبي ولا أولاد خالي ولا أولاد عمك شو تنبه لي زين إذن المسألة مو أكثر من أننا مربوطين إحنا عقائديا باعتبار ذولا حملة القرآن ذولا حملة الإسلام ذولا حملة منابع الفكر إذا مرينا بواحد من عدهم نشوف التاريخ إيش كاتب عنا ونشوف القرآن إيش كاتب عنا إيش قارئ إيش قايل عنا
نقيمهم وفق هذه المقاييس مو أكثر، بمقدار ما يتصل بعقائدنا وأحكامنا، أكثر من هذا. إمامنا الصادق يحدثنا والرواية في الجزء الثامن من الكاف الشريف من أن الحسين قد قتل، قتل الحسين يوم كتب الكتاب، يوم كتب الصحابة، مجموعة من الصحابة كتبوا الصحيفة المشؤومة التي طبقوا برنامجها في السقيفة. هذا منطق آل محمد، ولا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك لضيق الوقت. وهذا منطق النجف، هذا منطق الشيخ الوائلي. قد يقول قائل إن النجف لا تقول بذلك، لماذا إذن تفرض منهج الوائلي على واقعنا الشيعي؟ لماذا هذا الإصرار من مرجعية السيد السيستاني؟ وهذا يظهر من خلال الخطباء التابعين لهذه المرجعية، ومن خلال الفضائيات التابعة لهذه المرجعية، ومن خلال الأجيال الجديدة من الخطباء الصغار الذين يدربون الآن وبإشراف من أبناء السيد السيستاني، يدربون على نفس هذا المنهج. رجاء أعيد بث الوثيقة رقم 23. أرجوك، أنا بروح الباحث، لما أقعد بروح الباحث أشوف الصحابة، واحد يقيم الآخر. أنا أسمع عمر يقيم الصحابة، وأبو بكر يقيم الصحابة، والقرآن يقيم الصحابة. ماك واحد عنده مصلحة أن يشتم لواحد من صحابة رسول الله. التفت، لأنه لا، أولا خل ألفت نظرك، أبو بكر وعلي وعمر ذولا أولاد عم، نبه لي، ورفقاء سلاح وعاشوا بوقت واحد، لا قرايبي ولا أولاد خالي ولا أولاد عمك، شو تنبه لي؟ زين زين. إذن المسألة مو أكثر من أننا مربوطين إحنا عقائديا باعتبار ذولا حملة القرآن، ذولا حملة الإسلام، ذولا حملة منابع الفكر. إذا مرينا بواحد من عدهم نشوف التاريخ إيش كاتب عنا، ونشوف القرآن إيش كاتب عنا، إيش قارئ إيش قايل عنا، نقيمهم وفق هذه المقاييس مو أكثر، بمقدار ما يتصل بعقائدنا وأحكامنا، أكثر من هذا. أنا أسأل الذين يدافعون عن الشيخ الوائلي، فليرشدون إلى حادثة في كتب المخالفين لا في كتبنا، من أن الخليفة الأول والخليفة الثاني قد خاضوا الحروب زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، وجردوا السيوف، وكان الذي كان من بطولاتهم في أي واقعة كان ذاك، فليرشدونا في أي مكان كان ذاك، حتى صاروا رفقاء سلاح لعلي صلوات الله وسلامه عليه. لا أريد أن أعلق مثل ما قلت قبل قليل لضيق الوقت، أخذكم إلى الوثيقة 37 من مجموعة وثائق الشيخ الوائلي التي عرضت في برنامج الكتاب الناطق. خلافة الخلفاء الراشدين هي واقع تاريخي قائم، والخلفاء الراشدون من الصحابة ومن الصحابة الكرام، ولهم إنجازاتهم. وعندما وصلوا إلى الحكم ووصلوا إلى تسنم ذروة الخلافة، بايعهم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وفي نفس الوقت اندمج في المصلحة العامة للمسلمين، وساعد ووقف وأرسل أبناء للجهاد وللقتال في جيوش المسلمين ومع جيوش المسلمين. والله هذا كذب، لا أمير المؤمنين قاتل في
في حروبهم واشترك في جيوشهم ولا أرسل أولاده. أكاذيب 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 وافتراءات من قبل العمائم الشيعية النجفية بشكل واضح. هذه أكاذيب لا أصل لها. ارشدونا إلى مصادرنا في أي كتاب من كتبنا التي روت الحديث عن العترة الطاهرة، أخبرونا أن الأمير شارك في حروبهم أو أنه أرسل أولاده للقتال تحت إمرتهم، في أي مصدر من مصادرنا، في أي حديث من أحاديث العترة الطاهرة التي نعرفها. أكاذيب أكاذيب وافتراءات وفكر ناصبي واضح، وتلاحظون الجميع يشتركون في هذا. قبل قليل كان السيد علي الأمين نفس هذه الأكاذيب يكررها. هذا كتاب فدك في التأريخ للسيد محمد باقر الصدر، وقد كتبه أيام شبابه. قد يقول قائل كتب هذا أيام شبابه، هذه الطبعة هي الطبعة الثالثة، شريعة قم 1427 هجري قمري، صفحة 86، وهو يتحدث عن أمير المؤمنين حتى أنه اشترك في حروب الردة التي أعلنها المسلمون يوم ذاك. الأكاذيب هي الأكاذيب. نقول كتب الكتاب أيام شبابه، لم يكن مدققا فيما كتب، وذكر هذه الفرية قطعا ليس بقصد سيء، لأنه مشبع بالفكر الناصبي كما هو الحال مع السيد علي الأمين، كما هو الحال مع الشيخ أحمد الوائلي، كما هو الحال مع مراجعنا الذين يصرون على تبني هذا الفكر وهذه المدرسة، هم أيضا مراجعنا الكرام مشبعون بالفكر الناصبي القذر، فلربما تبدل رأيه. إلى آخر يوم من حياته هو يعتقد بهذه الأكاذيب، إلى آخر يوم من حياته السيد محمد باقر الصدر. هذا الكتاب الشهيد الصدر، سنوات المحنة وأيام الحصار، شيخ محمد رضا النعماني. هذه الطبعة هي طبعة إسماعيليان، الطبعة الثانية 1417 هجري قمري، صفحة 305، آخر بيان، وهو البيان الثالث الذي وجهه سيد محمد باقر الصدر إلى الشعب العراقي حينما كان محتجزا في الإقامة الجبرية. وبعد هذا بأيام قلائل البعثيون أعدموا السيد محمد باقر الصدر. ماذا جاء في بيانه؟ إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل، حمل علي السيف للدفاع عنه إذ حارب جنديا في حروب الردة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر. والله أكاذيب، والله أكاذيب على أمير المؤمنين. مراجعنا يكذبون، مجتهدونا يكذبون، خطباؤنا يكذبون، مراجعنا المعاصرون يريدون منا أن نتمسك بهذا الكذب والافتراء على أمير المؤمنين. هل هناك بترية أكثر من هذا؟ ماذا تقولون أنتم؟ شيخ الوائلي يذهب إلى أكثر من هذا، يذهب إلى أن الحسين اشترك في حروب السقيفة واشترك في حروب معاوية
وأنه قاتل تحت راية يزيد بن معاوية أيام معاوية في حرب القسطنطينية، وكلها أكاذيب. ولكن ماذا نصنع؟ هذه هي ثقافتنا التي يقال لها ثقافة شيعية، هذه ثقافتنا البترية. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 71 من مجموعة وثائق الشيخ الوائلي التي عرضت في برنامج الكتاب الناطق. وقف الحسين يحمل جراحه في 3 وقائع متتالية دفاعا عن حمى المسلمين حتى سقى شجرة الحق. الدفعة الأولى في سنة 26 من الهجرة، عندما نزل الحسين في فتوح إفريقيا يسكب دماء في ثرى الفتوح ليروي شجرة الحق، ورجع وعليه أوسمة من الجراح، ونزل إلى القتال سنة 30 في فتوح قبرستان وسكب من دماء وحمل على جسده أوسمة إضافية وسقى شجرة الحق، ونزل سنة 49 في فتح اسطنبول وقاتل مع المسلمين ورجع يحمل أوسمة من الجراح، ووقف في مثل هذه الليلة يعد يده لتقطع ويعد رقبته لتستقبل سهما ثم ليهبط الدم ثم ليحمله الحسين وليضعه في أصل شجرة الحق. والله كذاب مفتري بتمام معنى هذا الوصف. صحيح هو لا يقصد الكذب على الحسين، ولكن الرجل جاهل. الحسين قاتل في أفريقيا وقاتل في طبرستان يعني في إيران، وقاتل سنة 49 الجيش الذي عين معاوية ابنه يزيد، لأنه كان يمهد لخلافته ويزيد سمعته سيئة، فأراد أن يظهر للمسلمين بأنه يقود الجيوش للقتال للجهاد، فقاد جيشا باتجاه اسطنبول باتجاه القسطنطينية، وها هو عميد المنبر يقول إن الحسين قاتل في ذلك الجيش تحت راية يزيد، وبعد ذلك يقارن بين هذه الأكاذيب ويقول مثلما وقف الحسين في أفريقيا وفي طبرستان وفي اسطنبول ها هو يقف في كربلاء. هذا المنطق تقبلونه أيتها المرجعية؟ لماذا تريدون من الشيعة أن يعتقدوا بهذه الأكاذيب؟ لماذا؟ ما الذي ينفعكم؟ ما الذي يضيركم أن تنشروا الثقافة التي وردت في كتاب كامل الزيارات؟ لماذا تصرون على نشر الثقافة التي وردت في كتب أعداء أهل البيت؟ لماذا يا مرجعية النجف؟ لماذا؟ هذا منطق مخالف لمنهج العترة صلوات الله وسلامه عليها. رجاء أعيد بث الوثيقة. وقف الحسين يحمل جراحه في 3 وقائع متتالية دفاعا عن حمى المسلمين حتى سقى شجرة الحق. الدفعة الأولى في سنة 26 من الهجرة، عندما نزل الحسين في فتوح إفريقيا يسكب دماء في ثرى الفتوح ليروي شجرة الحق، ورجع وعليه أوسمة من الجراح، ونزل إلى القتال سنة 30 في فتوح قبرستان وسكب من دماء وحمل على جسده أوسمة إضافية وسقى شجرة الحق، ونزل سنة 49 في فتح
اسطنبول وقاتل مع المسلمين ورجع يحمل أوسمة من الجراح، ووقف في مثل هذه الليلة يعد يده لتقطع ويعد رقبته لتستقبل سهما ثم ليهبط الدم ثم ليحمله الحسين وليضعه في أصل شجرة الحق. أشهدك يا بقية الله، أشهدك أن هذا المتحدث يكذب ويكذب ويكذب على جدك الحسين، وإني أبرأ إليك من هذه الأكاذيب التي يتفوه بها هذا المتحدث، ومن التأييد الذي يحظى به من قبل مراجع النجف من المرجع الأعلى فما دون. أشهدك يا بقية الله أن تأييدهم لهذه الأكاذيب هو أمر باطل، وإني أبرأ إليك من فعلهم الباطل هذا ومن فعلهم الضال هذا في تأييدهم هذه الأكاذيب التي يكذب بها هذا المتحدث على جدك سيد الشهداء. هل تقف القضية عند هذا الحد؟ رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 38 من مجموعة وثائق برنامج الكتاب الناطق. والحال نظرية الإسلام هواية أشرح من هذا. نظرية الإسلام أن الخليفة ممثل للجمهور، إذا أحسن وجبت طاعته وإذا أشاء وقفوا في وجهه. يوقف الرجل عمر بن الخطاب الخليفة الثاني على المنبر يقول لهم إذا رأيتم في اعوجاجا قوموني، أنا ما جاي أفرض نفسي عليكم، إذا تشوفون عندي اعوجاج صلحوني اعطوني رايكم. قام لواحد قال له لو وجدنا فيك اعوجاج لقومناك بسيوفنا، والصحابه كلهم قاعدين يسمعون. هذا موقف سليم جدا. الامام علي صعد على المنبر يقول رايي في امهات الاولاد كان هكذا، والان رايي يخالف الراي، لو بدالي انا اجتهد في المساله. قام لواحد قال له لا، رايك مع الجماعه احب الينا من رايك وحدك. ما جاوب الاجتماع بشيء، قال لك رايك وانا احترم رايك. بالفعل احترم رأيه، لأن يعتبر نفسه شبح يمثل المجموع، فإذا أحسن تمثيلهم وجبت طاعته وإلا فلا. أمير المؤمنين مجتهد ويعرض آراءه الاجتهادية على الأمة، هكذا تعتقدون بسيد الأوصياء؟ رجاء أعيد بث الوثيقة. والحال نظرية الإسلام هواية أشرح من هذا. نظرية الإسلام أن الخليفة ممثل للجمهور، إذا أحسن وجبت طاعته وإذا أشاء وقفوا في وجهه. يوقف الرجل عمر بن الخطاب الخليفة الثاني على المنبر يقول لهم إذا رأيتم في اعوجاجا قوموني، أنا ما جاي أفرض نفسي عليكم، إذا تشوفون عندي اعوجاج صلحوني اعطوني رايكم. قام لواحد قال له لو وجدنا فيك اعوجاج لقومناك بسيوفنا، والصحابه كلهم قاعدين يسمعون. هذا موقف سليم جدا. الامام علي صعد على المنبر يقول رايي في امهات الاولاد كان هكذا، والان رايي يخالف الراي، لو بدالي انا اجتهد في المساله. قام لواحد قال له لا، رايك مع الجماعه حبي الينا من رايك وحدك. ما جاوب الاجتماع بشيء، قال لك رايك وانا احترم رايك. بالفعل احترم رأيه، لأن يعتبر نفسه شبح يمثل المجموع، فإذا أحسن تمثيلهم وجبت طاعته وإلا فلا. أكاذيب وافتراءات على أمير المؤمنين على طول الخط، على طول الخط. هذه الأكاذيب أكاذيب وافتراءات على أمير المؤمنين، وتلاحظون لأنها من أكاذيب النواصب، تظهر شخصية عمر بأنها بعيدة عن الإعوجاج
وتظهر عليا بأنه يجتهد والأمة ترفض اجتهاده. رجاء أعيد بث الوثيقة، ورجائي من المشاهدين أن يدققوا النظر في هذه القضية. هذا الكلام يعكس لنا سلامة منهج عمر، بحيث أن الأمة لا ترى اعوجاجا فيه، ويعكس لنا عدم الحكمة والفقاهة في منهج علي، ومن أنه لم يكن مصيبا في اجتهاده. أعيد بث الوثيقة. والحال نظرية الإسلام هواية أشرح من هذا. نظرية الإسلام أن الخليفة ممثل للجمهور، إذا أحسن وجبت طاعته، وإذا أشاء وقفوا في وجهه. يوقف الرجل عمر بن الخطاب الخليفة الثاني على المنبر يقول لهم إذا رأيتم في اعوجاجا قوموني، أنا ما جاي أفرض نفسي عليكم، إذا تشوفون عندي اعوجاج صلحوني اعطوني رأيكم. قام لواحد قال له لو وجدنا فيك اعوجاج لقومناك بسيوفنا، والصحابة كلهم قاعدين يسمعون. هذا موقف سليم جدا. الإمام علي صعد على المنبر يقول رأيي في أمهات الأولاد كان هكذا، والآن رأيي خالف الرأي، لو بدالي أنا أجتهد في المسألة. قام لواحد قال له لا، رأيك مع الجماعة حب إلينا من رأيك وحدك. ما جاوب الاجتماع بشيء، قال لك رأيك وأنا أحترم رأيك. بالفعل احترم رأيه، لأن يعتبر نفسه شبح يمثل المجموع، فإذا أحسن تمثيلهم وجبت طاعته وإلا فلا. هكذا تعتقدون في علي؟ ماذا تقولون؟ هذا هو الناطق باسمكم، باسم الشيعة وباسم المرجعية في النجف. هكذا هو علي. اعرضوا لنا الوثيقة رقم 65 من مجموعة وثائق الشيخ الوائلي التي عرضت في برنامج الكتاب الناطق، وهو يفصح عن عقيدته من أن رسول الله بعد شهادته بعد موته يتحول إلى تراب. رسول الله تراب تراب تراب. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 65. تعتبر أن اللي يوقف على قبر النبي مشرك، تعتبر اللي يوقف على قبر النبي كافر أو ابعد عنه، وروح محمد كله تراب صار، عش عندك واقف على التراب؟ وأنا ما أقول تراب، كان أنا مواقف على الجسد، كان شو أقول الجسد تراب تراب، قال تراب، أنا شو اسم الجسد؟ الجسد راح صار تراب. أنا ما واقف على الجسد، واقف على مضمون محمد. هل مقر تنبه لجين؟ هذا المكان اللي بي النبي، هذا المكان اللي عاش بي رسول الله، اللي بي ظلال النبي، اللي بي روح النبي مرفرفة. أنا ما واقف على ترابات، واقف على مضمون، واقف على موقف. مو الشاعر الإسلامي يقول له وعفرت خدي، وعفرت خدي في ثرى مس عفره لجبريل، من جنحيه ريش مزغب وفيه محاريب لآل محمد، بهن ضراعات إلى الله تنصب، وآثار أقدام صغار وآثار أقدام صغار، ومهجع إلى الحسنين الزاكيين وملعب، وصوت رحى الزهراء تطحن قوتها إلى جلد كبش حيث تجلس زينب، رؤم سوف يبقى الدهر يروي جلالها، وتبقى على رغم البساطة تأشب. إذن أنا واقف على مكان بذكريات، واقف على مكان بنفح النبي بعطر النبي، واقف على مكان كان يهبط بي الوحي، يعني رمز أكرم بي رسول الله مو أكثر. أنا ما جي أجي أقول أن جسد النبي صار تراب أو ما صار تراب، ما يهمني هذا أبدا.
شنو هو تحت بعد محفوظ او مو محفوظ ما يهمني، انا ما واقف اتبع التراب، واقف اتبع روح محمد، اكرم النبي، والله عز وجل امرنا ان نكرم النبي. هذا هو منطق آل محمد، اننا نزور موقفا، نزور مضمون، نزور ذكريات، هذا هو منطق آل محمد، وهذه عقيدتنا في الزيارة. أنا لا أريد أن أفصل القول في كل هذه المسائل، فحينئذ ستطول الحلقة وتتعدد الحلقات ويطول البرنامج، وأنا لا أريد كل ذلك. لذا أعتمد على نباهتكم، أعيد لكم بث الوثيقة مرة أخرى، رجاء أعيد بثها. تعتبر أن اللي يوقف على قبر النبي مشرك، تعتبر اللي يوقف على قبر النبي كافر أو ابعد عنه، وروح محمد كله تراب صار، عش عندك واقف على التراب؟ وانا ما اقول تراب، كان انا مواقف على الجسد، كان شو اقول الجسد تراب تراب قال تراب، انا شو اسمي الجسد، الجسد راح صار تراب، انا ما واقف على الجسد، واقف على مضمون محمد، هذا مقر تنبه لي زين، هذا المكان اللي بيه النبي، هذا المكان اللي عاش بيه رسول الله، اللي بيه ظلال النبي، اللي بيه روح النبي مرفرفه، انا ما واقف على ترابات، واقف على مضمون، واقف على موقف. ها مو الشاعر الاسلامي يقول له وعفرت خدي، وعفرت خدي في ثرى مس عفره لجبريل، من جنحيه ريش مزغب، وفيه محاريب لآل محمد، بهن ضراعات الى الله تنصب، واثار اقدام صغار، وآثار أقدام صغار، ومهجع إلى الحسنين الزاكيين، وملعب، وصوت رحى الزهراء تطحن قوتها، إلى جلد كبش حيث تجلس زينب، رؤى سوف يبقى الدهر يروي جلالها، وتبقى على رغم البساطة تأشب. إذن أنا واقف على مكان بذكريات، واقف على مكان بنفح النبي، بعطر النبي، واقف على مكان كان يهبط بي الوحي، يعني رمز أكرم بي رسول الله مو أكثر. أنا ما جي أجي أقول أن جسد النبي صار تراب أو ما صار تراب، ما يهمني هذا أبدا. شنو هو تحت بعد محفوظ أو مو محفوظ ما يهمني، أنا ما واقف أتبع التراب، واقف أتبع روح محمد، أكرم النبي، والله عز وجل أمرنا أن نكرم النبي. ومن النبي الذي صار ترابا إلى دم الحسين النجس حتى بعد استشهاده، مع أن فقهاء الشيعة يقولون إذا ما قتل المسلم في ساحة المعركة، في ساحة الجهاد، فإنه لا يغسل، بحسب الروايات والأحاديث عن النبي والعترة الطاهرة، ودمه طاهر. وهكذا أفتى المراجع بخصوص الذين قاتلوا داعش وقتلوا في ساحة المعركة، أفتوا بعدم تغسيلهم وبطهارة دمائهم. وهذا الكلام يتبناه أكثر فقهاء السنة، فهم يقولون بذلك وهو مبين في كتبهم. فمن أين جاءنا الشيخ الوائلي بهذه الفتوى وبهذا الفقه الشيطاني من أن دماء الحسين نجسة حتى بعد استشهاده؟ رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 70 من مجموعة وثائق الشيخ الوائلي التي عرضت في برنامج الكتاب الناطق.
الحسين انقتل الى 1340 سنة تقريبا. زين، هذه 1340 سنة ايش كثر جاي يقولون الشيعة ترى بيصلون عليها؟ ما تقول لي دم الحسين شنو هو المحيط الاطلسي يعني؟ ما هل قد ما يخلص؟ ما تفهمني انتو هالعقلية هالذهنية؟ يعني واحد يتكلم من يحكي باذنه ويحكي بعقله؟ ما غريب ولا غريب؟ ثم بعدين هذه كتبنا بين ايديكم كلها تقول بحرمة الدم، ان الدم نجس. زين، ما ممكن واحد عنده شيء يلطخ بدم ويسجد عليه. زين، انتوا لما تجون تقولون انها اللي انبيها، لا ما عندنا الشكل اللي انبيها دم الحسين اطلاقا، ما يمهل معنى. تعتقدون ان دم الحسين نجس؟ هذا هو عميد منبركم، وهذا هو الناطق باسم مرجعيتكم، وهذا هو الذي يدافع عنه مراجع النجف. دم الحسين نجس، ومحمد صلى الله عليه وآله تراب في قبره، وكان الحسين يقاتل تحت راية يزيد. هل تنتهي الحكاية عند هذا الحد؟ قاتل الإمام الرضا الخؤون العباسي المأمون، إنه روعة روعة بنظر شيخنا أبي سمير الوائلي. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 32 من مجموعة وثائق الشيخ الوائلي التي عرضت في برنامج الكتاب الناطق. كان أقبح الناس، كان الرشيد يلعب ويا زبيده يوم من الأيام، يلعبون قداح قمار، فبأثناء القداح بأثناء القمار قالت اشترطت عليه إذا غلبته أن يحكمها بما تريد، وفعلا غلبته. قالها أنت محكمة بما تريدين؟ قالت له لابد وأن تضاجع مملوكتك، هاي جاريتك تضاجعها. جارية من أقبح الجواري هي كانت، نعم، ضاجعها طلعت المأمون. وترى المأمون ماكو أروع منها، لا تتصور يعني المأمون، لك ما تلقى له نظير عند العباسيين أبدا. مأمون روعة يعني، فد نموذج جدا رائع مشرف. المأمون روعة، نموذج جدا رائع مشرف. رجاء أعيد بث الوثيقة. كان أقبح الناس، كان الرشيد يلعب ويا زبيدة يوم من الأيام، يلعبون قداح قمار، فبأثناء القداح بأثناء القمار قالت اشترطت عليه إذا غلبته أن يحكمها بما تريد، وفعلا غلبته. قالها أنت محكمة بما تريدين؟ قالت له لابد وأن تضاجع مملوكتك، هاي جاريتك تضاجعها. جارية من أقبح الجواري هي كانت، نعم، ضاجعها طلعت المأمون. وترى المأمون ماكو أروع منها، لا تتصور يعني المأمون، لك ما تلقى له نظير عند العباسيين أبدا. مأمون روعة يعني، فد نموذج جدا رائع مشرف. ومن المأمون الروعة إلى أننا إحنا ما منتظرين واحد اسمه مهدي عود يجي يحللنا مشاكلنا، إنه يتحدث عن الحجة ابن الحسن العسكري، ويا لسوء الأدب. هذا هو سوء أدب عميد المنبر الحسيني، والذي يعكس سوء أدب المرجعية الشيعية التي تصر على الدفاع عن هذه المدرسة البعيدة عن آل محمد. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 50 من مجموعة وثائق الشيخ الوائلي التي عرضت في برنامج الكتاب الناطق. أما متى يظهر كيف إلى الآن ما في توقيت وكيف، وترى أنا معالج هالمسألة بالكتاب، وهي التشيع معالجها معالجة كاملة، لكن إيجابياتها وسلبياتها تفصيلا. يعني لا يتصور البعض من عندنا ان احنا نقعد ننتظر اكو واحد اسمه مهدي يجي يحل مشاكلنا، ابدا. اللي يعتقد في اعتقاد سخيف، ما عندنا اعتقاد اطلاقا. الاسلام ما يمنعنا، فكره المهدي ما تمنعنا نسوي مصنع، ولا تمنعنا نامر بالمعروف وننهى عن المنكر،
ولا تمنعنا نجاهد دون أوطاننا، ولا تمنعنا نقتل دون مبادئنا. أبدا، مجرد فكرة إيجابيات أكثر من سلبيات، يعني عبارة عن رفع مبدأ أو عبارة عن رفع مثل أعلى للعدالة. ليس إلا إحنا ما منتظرين واحد اسمه مهدي، ابن جيرانكم هو الزغير. رجاء أعيد بث هذه الوثيقة مرة أخرى. أما متى يظهر كيف إلى الآن ما في توثيق وكيف، وترى أنا معالج المسألة بالكتاب وهي التشيع معالجها معالجة كاملة، لكن إيجابياتها وسلبياتها تفصيلا. يعني لا يتصور البعض من عندنا أن إحنا نبعد ننتظر أكو واحد اسمه مهدي يجي حل مشاكلنا. أبدا، اللي يعتقد في اعتقاد سخيف، ما عندنا اعتقاد إطلاقا. الإسلام ما يمنعنا فكرة المهدي، ما تمنعنا نسوي مصنع، ولا تمنعنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولا تمنعنا نجاهد دون أوطاننا، ولا تمنعنا نقتل دون مبادئنا. أبدا، مجرد فكرة إيجابيات أكثر من سلبيات، يعني عبارة عن رفع مبدأ أو عبارة عن رفع مثل أعلى للعدالة. ليس إلا هو نفسه شيخ أحمد الوائلي، لو أن أحدا قال عنه هذا الكلام أنه إحنا رتبنا مجلسنا ما منتظرين واحد اسمه أحمد يجينا يدوخنا بالكلام أو يجينا يصعد على المنبر. الذين يدافعون عن الوائلي يقبلون أن يتكلم عن الوائلي بهذه الطريقة، بالنسبة له هو سيقيم الدنيا ولا يقعدها. لو قيل عنه هذا الكلام وهو أسلوب عادي، فما قيمة أحمد الوائل؟ ما قيمته؟ إنسان عادي. ولاحظتم كيف يتكلم بأسلوب سخيف ليس مؤدبا، ويتحدث عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، والمرجعية تصفق له وترفض أن ينتقد. ماذا تقولون أنتم؟ ماذا تقولون؟ هل القضية تقف عند هذا الحد؟ هناك الأسوأ، هناك الأسوأ. البرنامج ليس استقصائيا بحيث يستقصي ويتقصى كل شيء، وإنما هي أمثلة. إذا أردتم أن تطلعوا على التفاصيل عودوا إلى برنامج الكتاب الناطق الحلقات الخاصة بالشيخ الوائلي، ستجدون العشرات والعشرات والعشرات من الوثائق هناك. الشيخ الوائلي، واستنادا إلى ما ذكره السيد الخوئي في معجم رجال الحديث من تضعيفه لوثيقة سعد الأشعري، وتأثرا بمنهج الفخر الرازي في التفسير، ماذا يقول الشيخ الوائلي عن تفسير إمام زماننا لهذه الآية كاف ها يا عين صاد، حيث فسرها إمام زماننا لسعد الأشعري كاف كربلاء، هاء هلاك العترة، يا يزيد ظالم الحسين، وعين عطش الحسين، وصاد صبر الحسين. الشيخ الوائلي وقطعا المرجعية العليا معه لأنها تؤيده، يتحدث عن هذا التفسير من أنه تفسير صادر عن عقل عجوز مخرفة بيدها مغزل. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 51 من مجموعة وثائق الشيخ الوائلي التي عرضت في برنامج الكتاب الناطق.
انت شقد تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف هاي عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلا في العترة، والعين ما ادري شنو، ويقوم يسطر لك من الحكيم ما ادري شنو. لا هاي تفاسير وهي بعيدة عن روح القرآن. القرآن العطاء الضخم ما يجي بها المحاولات هذه المادشون البسيطة، يعني هاي عقلية وحدة عندها مغزى العجوز مخرفة، كلام ما يقبل بحامل الأحوال أبدا. هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال. هنيئا للشيعة، وهذا عميد منبرهم يصف تفسير إمام زمانهم من أنه تفسير صادر عن عقل عجوز مخرفة بيدها مغزل. ماذا تقولون أنتم؟ ماذا تقولون؟ إلى متى سترقعون؟ إلى متى؟ رجاء أعيد بث هذه الوثيقة والتي اصطلحت عليها في هذا البرنامج بالوثيقة التخريفية، أعيد بث الوثيقة التخريفية التي هي تخريف من الوائل ومن المرجعيات التي تؤيده. انت شقد تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف هاي عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلا في العترة، والعين ما ادري شنو، ويقوم يسطر لك من الحكي ما ادري شنو. لا هاي تفاسير وهي بعيدة عن روح القرآن. القرآن العطاء الضخم ما يجي بها المحاولات هذه المادشون البسيطة، يعني هاي عقلية وحدة عندها مغزى العجوز مخرفة، كلام ما يقبل بحامل الأحوال أبدا. هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال. إمام زماننا يفسر الآية في سيد الشهداء كاف كربلاء وها هلاك العترة ويا يزيد ظالم الحسين لعنة الله عليه وعلى من ولاه وعلى من أسس له أساس الظلم لآل محمد، وعين عطش الحسين، وصاد صبر الحسين، أشهدك يا بقية الله أن هذا هو التفسير الحق، وأن هذا الذي يقوله هذا المتحدث والمراجع الذين يؤيدونه هو التخريف والضلال والسفاهة والسخافة والحقارة والقذارة والجهالة والحماقة بعينها يا ابن رسول الله.